ضمن أنشطة مبادرة الكلية الخضراء في جامعة الحسين بن طلال، قامت كلية إدارة الأعمال والمتمثلة في فريق MBA Leaders باليوم البيئي النوعي، والذي تمثل في محاضرة من قبل الهيئة الملكية للبيئة بعنوان إدارة النفايات الصلبة. نطلق على هذا اليوم يوم البيئة النوعي، تضمن محاضرة قدمت من قبل مهندسي الإدارة الملكية لحماية البيئة حول إدارة النفايات الصلبة، كذلك نشاطات قدمها طلاب كلية إدارة الأعمال حول فرز النفايات. نسعى من خلال هذه النشاطات جميعها إلى التصالح مع البيئة وزرع وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة للوصول إلى جامعة خضراء وكلية خضراء. لم تقتصر مبادرة الكلية الخضراء فقط على الطلبة، بل انسحبت إلى مشاركة كلية التمريض بإعادة تدوير الورق إلى لوحات رسومية. جاءت فكرة إعادة تدوير الورق تطبيقاً لمعيار الإبداع والابتكار ضمن معايير مبادرة الكلية الخضراء، وذلك بتشكيل عجينة من الورق المستخدم من قبل الطلبة والموظفين، تقولب وتجف خلال يوم إلى يومين، يمكن استخدامها في صنع الجداريات وهي ذات خامة مناسبة لمختلف أنواع الألوان. استخدمتها كلوحات فنية للرسم، أبرزت فيها مناطق مثل قلعة الشوبك، وادي رم، البتراء. لدي توجه لاستكمال المشروع بتشكيل المزيد من اللوحات لإبراز مناطق سياحية في الجنوب تكاد لا تصلها الكاميرات. هذا النوع من المبادرات يسهم في الحفاظ على البيئة ويساعد شبابنا على الاندماج بمشاريع الصناعات التحويلية، وهو أمر مهم في وضع عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.